بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا والذاكرات. أتحدث اليوم عن امرأة عظيمة من نساء الإسلام، هي أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم من النساء المبشرات بالجنة، بالطبع هي أسلمت من أول يوم عرضت خديجة الإسلام على بناتها، فهي سباقة إلى الإيمان وإلى الإسلام. أم كلثوم لها مواقف عظيمة في حياتها. الموقف الأول في حياتها أنها كانت صابرة راضية مع النبي عليه الصلاة والسلام، متعرضة معه للأذى، متحملة معه كل أنواع الأذى. أم كلثوم كانت مخطوبة لعتيبة ابن أبي لهب ابن عمها، لكن تعلمون أن أبا لهب آذى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وأمر ولداه عتيبة وعتبة أن يطلقا بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. عتيبة كان شقيا كثيرا، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة وآذاه بالقول وآذاه بالفعل. مرة عندما أراد أن يخرج إلى تجارة إلى الشام فقال: والله لأوذين محمد. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأغلظ له بالقول وسطى عليه وشق قميصه وقال له: والله عن نفسه أنه يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا بعد نزول سورة النجم. وقال له: إني والله لا أحبك ولا تحبني، قد فارقت ابنتك. وطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ومشى بتجارته إلى الشام. تألم النبي صلى الله عليه وسلم على حاله وعلى حال ابنته أم كلثوم التي طلقت من غير ذنب كعقوبة لأنها أسلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه ودعا على ابن أبي لهب وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. في رحلة التجارة هذه وصل أبو لهب ومعه من قومه من قريش، وكان عتيبة معهم، وصلوا إلى بلاد الشام، فنزلوا منزلا فجاء راهب وقال لهم: إن هذه الأرض أرض مسبعة. فخاف أبو لهب على ابنه وقال: أحيطوه فإني أخاف عليه دعوة محمد. فوضعوا رحالهم ووضعوه في وسطهم وناموا جميعا من أجل أن يحموه. وفي الليل وهم نائمون جاء الأسد وتخطاهم جميعا إلى أن وصل إلى عتيبة، فضربه ضربة على رأسه فشج رأسه شجة عظيمة منكرة ومات بعدها عتيبة. هكذا فعل عتيبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أم جميل، أم عتيبة أيضا آذت أم كلثوم وآذت النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل ذمها في القرآن الكريم. بعد أن نزلت سورة تبت يدا أبي لهب جاءت أم جميل إلى الحرم تريد النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل في يدها فهرا، الفهر هو الحجر ملء الكف. فرأت أبو بكر يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحجر، لكنها ما رأت النبي، فجاءت إلى أبي بكر وقالت له: أين محمد؟ سمعت أنه قد هجاني. فقال أبو بكر: والله ما هجاك ولا يقول الشعر. فانصرفت أم جميل وهي تولول وتصرخ وتقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. هكذا كان موقفها مع النبي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أم كلثوم هذه التي تحملت هذا الإيذاء من أجل أنها آمنت وأسلمت، هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم تتزوج بعد. وفي المدينة وبعد أن ماتت رقية نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عثمان مهموما مغتما، فسأله: ما بالك يا عثمان؟ قال: كيف لا أكون مهموما وقد انقطع الصهر والنسب بيني وبينك يا رسول الله بموت رقية التي تزوجها أولا. فقال النبي: كيف تكون مهموما وقد نزل علي جبريل وأمرني أن أزوجك أختها أم كلثوم؟ فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، بهذا أصبح عثمان ذي النورين بزواجه من رقية ومن أم كلثوم.
أم كلثوم هذه عاشت في المدينة المنورة مع سيدنا عثمان، لكنها توفيت في السنة التاسعة للهجرة، توفيت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعلمنا من هذه المواقف، نتعلم بأن الحياة لا تدوم لأحد، وأن الحياة ليست دار السعادة ودار الأمان ودار الإطمئنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي كل أولاده في حياته ما عدا فاطمة، فاطمة الوحيدة التي عاشت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة الوحيدة هي التي رزئت بوفاة النبي، أما أم كلثوم فماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تأثر النبي لموت أم كلثوم، وأمر أم عطية التي غسلتها أن تغسلها ثلاثا أو أربعا أو خمسا، قال لهن غسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا إن أردتن، فإذا انتهيتن فآذنني. فلما انتهوا آذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي فسكب عليها الكافور بيده صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وأعطاها إزاره وقال لها أشعرنها به، يعني ألبسنها إياه مما يلي جسدها حتى يكون شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلبس تحت الثياب مباشرة بعد اللحم. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار أنتم الشعار والناس الدثار، يعني أنتم أقرب الناس إلي. من قصة أم كلثوم نتعلم الصبر على الإيذاء، نتعلم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ونتعلم بأن الحياة الدنيا لا تدوم هنيئة لأحد.